السلام عليكم، وياكم منير ليث. اكو معلومات صار لي فترة طويلة اجمع بيها، فحبيت اشاركها وياكم اليوم واتمنى تعجبكم. بولاية مونتانا الامريكية، بالتحديد بمدينة اسمها بيوت، اكو مكان اللي يشوفه بخرائط جوجل وحتى اللي يشوفه بشكل شخصي راح يتوقع انه هذه بحيرة ومستنقع، ممكن يكون بيها سمك وشكلها كلش حلو. فعليا اكو ناس كاتبين بالتعليقات مع الخرائط جوجل انه مقيمها بشكل حلو، كاتبين انه المكان شكله كلش حلو، بس هل فعليا هذا المكان حلو؟ هو هذا اللي اريد اقول لكم اياه اليوم. طبعا هذا المكان اسمه بريكلي بيت او منجم بريكلي، اللي هو منجم النحاس، سوته شركة اسمها اناكوندا كابر ماينينج بال 1955، بالتحديد وقفوا العمل به يوم 22/4/1982 اللي هو يوم الارض. ليش اختاروا يوم الارض؟ لانه هذا المنجم فعليا هو مضر بالبيئة ومضر بالكوكب، ولحد الان الضرر مالته بعده موجود. يعني هم صحيح وقفوا العمل به بس ما غيروا شيء من ناحية انه هو مضر للبيئة. والمشكلة انه هذا المكان المي اللي بيبين من بعيد للطيور والحيوانات البرية انه هو مي، او ممكن نقول عليه مي، بس المشكله مالته انه نسبه البي اتش مالته 2.5، يعني حامضي كلش، لدرجه انه الحموضيه مالته حالها حال الخل او حالها حال الليمون. طبعا هذا المي بتركيز عالي كلش من المعادن الثقيله مثل النحاس والزرنيخ وبعد معادن هواية. الزرنيخ هو نفسه اللي يسمون به الفيران، يعني يصنعون من عنده سم الفيران. طبعا مثل ما قلت لكم انه بالنسبه للبشر انه هو مكان كلش حلو، شكله عبالك بحيره. نفس الشيء من يشوفوا الطيور المهاجرة والحيوانات يردون ينزلون يرتاحون أو يشربون من عنده مي. على حسب إحصائيات أنه أكو بين 6000 و7000 طير مهاجر ينزل بهذا المكان على مود يرتاح من المكان اللي يهاجر به. يعني الطيور عادة من تهاجر تنزل بمكانات على مود ترتاح فترة وراها ترجع تكمل. طبعا دول 6000 إلى 7000 طير من ينزلون على مود يرتاحون بهذا المكان اللي شكله عبالك بحيرة، هم ممكن يرتاحون راحة أبدية. هذه الراحة الوحيدة اللي ممكن يرتاحوها، لأنه هذا المكان إذا بقوا به مجرد، حتى مو شرط أنه يشربون من المي، مجرد أنه يبقون به كم ساعة راح يحترقون. طبعا هذا كان الجانب السلبي من القصة. الجانب الإيجابي أنه البيئة لها تقدير عالي كلش كل الولايات الأمريكية، من ضمنها ولاية مونتانا اللي بيها هذه المشكلة، فخصصوا موظفين على مود يحمون الطيور هذه من أنه تنزل بهذا المي، وخلوا أجهزة تشتغل بتايمرات، يعني تشتغل كل فترة واحدة. هذه الأجهزة تشتغل على غاز البروبين، هذه القنينة اللي تشوفوها، على مود تطلق إطلاقات صوتية وإطلاقات ما تأذي الطيور، على مود ما تخليهم ينزلون بهذا المي. ويستخدمون تكنولوجيا مثل طيارات الدرون وأجهزة ثانية على مود ما يخلون الطيور تنزل بهذا المكان. طبعا هي أول ما تنزل ما راح تموت بشكل مباشر، بس راح تتأذى. فالمفروض أول ما تنزل الموظفين اللي واقفين على هذا المكان يتصرفون ويطيرون هذه الطيور ما يخلوها تبقى. والمشكلة الحقيقية انه المكان كلش كبير، تقريبا 2 كيلومتر العرض مالته، فممكن الطيور يطيروها من مكان تنزل بغير مكان بنفس البحيرة وبنفس هذا المستنقع السام. طبعا هذا المنجم النحاس المفتوح انفتح من قبل هذه الشركة اناكوندا قبل 68 سنة، وانغلق قبل 41 سنة، والتأثير ما تباقي لحد الآن. إذا كان تأثير بيئي اللي هو يضر الطيور ويضر باقي الكائنات الحية، وإذا كان تأثير اقتصادي لأنه هسه الولاية ولاية مونتانا المفروض تخلي موظفين وتستثمر بالأجهزة هذه على مود ما تخلي البيئة تنضر. بالنهاية الضرر من قبل حتى 41 سنة لحد الآن بعده موجود، ورح يستمر لحد ما يلقون حل نهائي، مثلا يغطوها للبحيرة أو يسوون فتشي. وهذا إذا يدل على فتشي، يدل أنه حتى الشغلات اللي ممكن الواحد يتوقعها ما تأذي البيئة أو تافهة ويسويها هسه ممكن تضر البيئة على فترة طويلة كلش، يعني مئات السنوات اللي تيجي. من ضمنها مثلا مشكلة البلاستيك، هواية من الشركات اللي دي يصنعون البلاستيك هسه ما دي يحسون أساسا أكو مشكلة، بس بعد من أنا لكم سنة ما اعتقد هواية راح الكوكب كله راح يحس بهذه المشكلة. ومن نوصل لمرحلة انه نضطر نسوي حل مثلا مشكلة البلاستيك، معناها اكو فعليا حيوانات دا تموت، مثل حيوانات الطيور اللي دا تموت هسه بالمنجم مال مونتانا. طبعا دائما يكون حل هيجي مشاكل اعقد بهواية كلش ومكلف كلش هواية مقارنة بالصناعة المشكلة نفسها. يعني الواحد ممكن سهل انه يصنع البلاستيك، بس يروح ويلم البلاستيك من المحيطات وما يخليه ينتشر، فهذا هو التحدي الحقيقي. اذا كنتوا تسمعون صوت كلب قاعد دينبح بالتسجيل فهذه هي. طبعا اتمنى يكون يعجبكم هيك نوع من الفيديوهات. اذا يعجبكم خلوا لايك على الفيديو وكتبوا لي بالتعليقات شنو اللي عجبكم بيه بالضبط، واذا ما عجبكم هماتين كتبوا لي بالتعليقات ليش ما عجبكم. في مالا.